أسعد الله مساءكم. موجز هام الأنباء من التناصح. اجتمعت المجالس الاجتماعية بحوض مرزقوة ممثلون عن وكالة الأوقاف بالمنطقة الجنوبية من أجل وضع أسس للتهدئة وتعزيز مبدأ التعايش السلمي. واتفقت المجالس الاجتماعية في بيانها وتناقلته صفحات التواصل الاجتماعي على وقف كل أشكال الاعتداءات والعمل على حقن الدماء، كما شددوا على ضرورة حظر حمل السلاح وضرورة مصادرته من قبل الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين وملاحقتهم أمنيا وقضائيا. وأكدوا على العمل لإعادة نسق الحياة في المدينة إلى وضعه الطبيعي وفتح المؤسسات العامة. يشار إلى أن مناطق حوض مرزق تشهد اضطرابات أمنية بعد الحملة العسكرية التي شنتها ميليشيا كرامة، مخلفة نزاعا قبليا وشرخا اجتماعيا قبل أن تعلن انسحابها من تلك المناطق. حمل عميد بلدية سبها حامد الخيالي السبت مسؤولية الخروقات الأمنية والبوابات الوهمية التي تحدث أو بين الحين والآخر لآمر المنطقة العسكرية سبها التابع لقوة حفتر. وأكد الخيالي في تصريح صحفي إن عملية السطو والاستيقافات الوهمية ولدت لدى المواطنين حالة من الخوف والحذر، مشيرا إلى أن المدينة تؤمن عن طريق مديرية الأمن والدعم المركزي، وإن قوات حفتر لم تستقر في سبها منذ دخولها للمرة الأولى. يذكر أن مسلحين مجهولين في سبها أطلقوا النار على سيارة تقل عائلة خلال استيقافهم في بوابة وهمية، مما أدى إلى إصابة امرأتين نقلتا إلى مستشفى المدينة. صرح عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي السبت إنه لا توجد أي جهود مبذولة من قبل مجلس النواب للتعاون بخصوص عقد جلسات مشتركة بين المجلسين. وأوضح حويلي في تصريح خاص للتناصح أنه سيتم طرح هذه المسألة خلال جلسة المجلس يوم الاثنين القادم. وعبر حويلي عن استيائه من موقف مجلس النواب ووصفه بالسلبي، مشيرا إلى أن الأخير لا يسعى لتوحيد مؤسسات الدولة أو دعم استقرار الأوضاع في ليبيا. نقلت قناة فوكس نيوز أن قائد القوات الأمريكية في أفريقيا توماس ولدهاوزر قال في جلسته أمام الكونغرس الخميس إن التخفيضات المقررة للقوات في القارة الأفريقية لن يكون لها تأثير على عملية مكافحة الإرهاب في ليبيا، حيث سيصب تركيزهم في استهداف المسلحين بالضربات الجوية. وأضاف ولدهاوزر أن من المقرر سحب حوالي 300 جندي بحلول يونيو 2020 كمرحلة أولى بنسبة تخفيض تقدر ب 10%. وكان البنتاغون الأمريكي قد دعا إلى تخفيض القوة الأمريكية في أفريقيا كجزء من خطط لإعادة تركيز الاهتمام على منافسة القوى العظمى من روسيا والصين، لكن التخفيضات أثارت مخاوف أعضاء الكونغرس. يشار إلى أن القوات الأمريكية تقدر بحوالي 6000 جندي أمريكي يستقر معظمهم بالقاعدة الأمريكية في جيبوتي والصومال. وقعت وزارة الخارجية الأمريكية مع شركة كولمان الدولية اتفاقا يقضي بتكليفها لتقييم المطارات الليبية وإقامة برامج تدريبية للموظفين العاملين بالمطارات. ويشمل الاتفاق أيضا عملية توفير المعدات والاحتياجات الأمنية اللازمة لتشغيل ووضع استراتيجية وطنية لأمن الطيران المدني بهدف الرفع من مستوى إجراءات الأمن وتعزيز القدرة على مراقبة التهديدات ووضع إجراءات تشغيل موحدة للتخفيف من حدة تلك التهديدات في 3 مطارات رئيسية كمرحلة أولى، وهي مطارات طرابلس ومعتيقا ومستراتا. وسيتم تمويل البرنامج بالكامل من خلال منحة مالية خصصت من طرف الحكومة الأمريكية لدعم ليبيا. يشار إلى أن شركة كولمان هي شركة أمريكية متخصصة في مجال توفير حلول الأمن والدعم اللوجستي والتكنولوجي في عدة دول حول العالم. نهاية موجز، دمتم في حفظ الله ورعايته.